السلام عليكم، معكم عثمان من واحد من الساكنه ديال ابناء مدينه سلا. السبب الرئيسي اللي كتهضر عليه انت دابا، انا فهمتك شنو باغي تقول. بغيتي تقول مثلا شنو هو السبب اللي كيخلي بنادم يقد يمشي للحبس، يضحي براسو يمشي للحبس؟ شنو هو يقد باش يضحي يمشي في قارب الموت مثلا، كما تنقولوا فلوكه، كما تيمشي بنادم فلوكه تيغامر بحياته، تيغامر تيقمر براسو كما تنقولوا بالدارجه. عرفتي شنو هي تيقمر براسو؟ صافي، راه الرجل هنا ورجل في القبر، رجل في البحر ورجل في القبر. غادي الانسان يقد يعيش يقد يموت، وماتوا سلاويا وماتوا قنطرين وماتوا بزاف. وشحال من واحد كيمشي تيلجا لهادشي ديال الكريساج وهادشي هذا، هادشي هذا كامل هو الاسباب. كاينين اسباب بزاف متعدده، هاد الاسباب منها قلت لك البطاله. شحال من واحد قاري وما خدمش، وشحال من واحد مسكين بغى يخدم وضرب تماره وما عطاوش داك الثمن اللي خاصو هو يستحق في ديك التماره، كما تنقولوا تيحرتو عليه، فهمتي؟ تيضطر مسكين ما تيلقاش الخدمه. كاين اللي كيمشي كيبغي يتاجر في المخدرات، ماشي حنايا نقولوا تاجر مخدرات بارون، وكما تنقولوا حنايا دوك العصابات ديال التجار الكبار، لا، هادو هما هادوك الاحياء المهمشه اللي كما تنقولوا حنايا، هادوك الاحياء المهمشه. كيفاش كيتلاح الانسان الاجرام بهاد الطريقه هذه؟ يعني كاينين عدة طرق متنوعة باش الإنسان يلجأ للإنحراف. كاين اللي كيمشي على طريق الكريساج، السرقة، كاين اللي كيمشي على طريق البلية، كيكون مبلي، هذاك غير مبلي راسو، تيدمر راسو براسو، تيكون كيتقرقاب ولا كياكل معجون ولا كيسكر ولا تيدير شي بلية أخرى، هذاك تيدمر راسو براسو. وأنا نهضر لك على راسي نيت، أنايا كنت غادي نغامر، وشحال من خطرة كنت باغي نحرق، وشحال من خطرة أنايا جربت الحريق، وشحال من خطرة جربت بزاف الحوايج. أنا ما نبقاش نهضر لك على البشر، نهضر لك على راسي نيت، وغادي نقول لك شنو هما الأسباب اللي خلاوني أنني ألجأ لأنني باش نحرق. أنايا في 2005 في 2006 كنت مشيت لطنجة، كنت باغي نمشي نحرق عبر الكاميوات، كنت باغي نحرك في الكاميوات، ما كتبش ليا. كنت عطيت واحد البركه لواحد السيد تيسد على الناس، كما تنقولوا تيطرق على الناس. تنمشيو لطنجه، كان ديك الساعه كانت طنجه، كانت واحد البلاصه كيقولوا لها 700. كنا كنمشيو لطنجه، كنا بغينا نحرقوا. علاش كنا بغينا نحرقوا؟ تنشوفوا البلاد ما عطاتناش، ما عندناش واحد الفرص اللي ولا امل بسيط من الامل. تتشوفوا انك راه غادي تلقاه في هذه البلاد هذه، راه مشوش. انا كندوي لك على راسي، وحدين اخرين شوفوا علاش كيبغيو يحركوا، كل واحد وعنده هم. انا همي هو انني ما لقيتش فرص شغل، ما لقيتش العيش الكريم، ما لقيتش انايا حتى انايا البيرسوناليتي ديالي اللي باش نعيش حتى انايا في البلاد بحالي بحال الناس الاخرين الدول المتقدمه. نخدم باش انا نفرح والديا، باش انا نتزوج، باش انا نسعد راسي، نسعد اسره، نسعد والديا، راه ما كرهناش. ولكن هذا شنو اللي كيضطر يخلي الانسان يحرق ولا يدير شي حاجه اخرى؟ وراه هو راه ما تيلقاش واحد الحاجه في بلاده. غير مراكز ديال الادمان ما كاينينش. شحال من واحد مدمن تيقول لك مراكز الادمان ما كايناش، هذا ماشي غير يفكر باش يحرق، هذا يفكر باش يحرق راسو. علاش؟ حيت مسكين مدمن ما عندوش باش يرتاح. يعني ما كاينش شي مرافق اللي هي متفوقه لواحد الدرجه، ومتفوقه في واحد الدراسات ديال الطب النفس، مجال الطب النفساني، واحد الدراسات اللي هي ما عندناش اطباء واصلين لذاك المستوى باش يعالجوا الامر. انا الى جاتني الفرصه نحركتها من دابا، وانا لقيت وانا تنفكر نقد نحرك. علاش الى جاتني الفرصه نحرك؟ علاش؟ حيت انا السم تيعطيو اهتمام في ديك البلاصه. تقدر تموت كيف ما قلتي، رجل في البحر ورجل في القبر، وتقدر تستمتع. ما قداتكش اخويا هاد الموت هادي اللي ميت انايا في هاد البلاد، ما قداتكش. الانسان غادي وتيشوف حياته، غادي وتيدرك السنين في عمره، ما خدام ما ردام، وعندو هوايات وعندو صنعة، وتيمشي تيخدم مع الناس كياكلو في رزقو. واش غادي تبقى في هاد البلاد هادي؟ واخا شحال في عمرك؟ انا في عمري 30.
عازم. دخلنا لك بالله دابا هاد بنت الناس هادي اللي تمشي وتقول لها بغيت نتزوج. اي واحد اي شاب كيطمح يفرح والديه، وهذا راه ميساج وراه كاينين شباب وغادي يفهموني. اي واحد كيطمح يتزوج ويفرح والديه ويتحيد من ديك الوقوقعه ديال الافكار ديال السلبيات الايجابيات ويعتمد على راسه، ولكن ما كاينش. عرفتي شنو هي؟ ما كاينش، راه ما كاينينش فرص الشغل اللي غادي. واش تجيب هاد البنت الناس هادي تعذبها؟ كتبغي انت هي اللي يعذب لك اختك ولا انا اللي يعذب لي اختي؟ لا، واش تشوف انت هي راسك معذب معذب مع والديك؟ شحال من واحد مسكن معذب مع والديه، ما لاقي ما ياكل وكيدير حتى يتزوج والحمد لله. ولكن حنايا خدامين وهادي، ولكن حنايا تنقولوا من الاحسن بغينا البديل. بحكم اننا جبدنا المدينه ديال سلا وانني ابن ديال مدينه سلا، نهضر لك على المنطقه ديال مدينه سلا، وهذا ميساج يقدو يوصل للمدن ديال المغرب. بالنسبه كاين عندنا مدينه سلا، كاينين عندنا واحد الناس جماعه تيقول لك رئيس جماعه، وكاينين الاعضاء ديال ديك الجماعه. هاد الجماعه مسؤوله على بزاف ديال الحوايج في ديك المدينه ديال سلا، وكاينين واحد الناس عندهم جمعيات، يعني كياخذوا منح في كل سنه، وكياخذوا كفاءات، وكياخذوا امتيازات من عند الدوله ومن عند الجماعه، وكيبينوا واحد الخدمه ولكن ما كيبينوش الواقع. يعني انا نهضر لك على هاد الناس، بحال هذاك رئيس الجماعه ديالنا ديال مدينه سلا، من نهار نجح في الانتخابات فينا هو؟ بغيت غير نشوفه، والله ما بان، قسما بالله العظيم. هذاك هو اللي خاصو يريح مع الناس ديال سلا ويجي لعند الشباب. علاش هو رئيس جماعه؟ راه رئيس جماعه راه مسؤول، راه انت راه خاصك دير واحد فرص شغل اللي تخلي الشباب حتى هو، فهمتي، تكون عنده حتى هو واحد الفرص وعنده واحد المنح ساهل، فهمتي، حتى هو يولي عنده ساهل يمشي يخدم يفرح والديه يعتمد على راسه. هذوك الجمعيات اللي كيقولوا حنايا غادي نمشيو نديروا واحد الجمعيه ديال الثقافه ديال دار الشباب، شحال من واحد ضاع في كره القدم. رساله اخيره، واخا غادي نطول عليك شويه وغادي تسمح ليا، غادي نوصل واحد الميساج للناس المسؤولين، لا على مدينه سلا ولا على مدن اخرين ولا على المغرب، بانهم يعطيو واحد النظره للشباب الضائع، اللي يعطيو واحد الفرص يهتموا به. علاش؟ حيت قادرين، كما كاينين قادرين تجيبوا شاكيره تخلصوها بالملايير، قادرين تجيبوا موازين تخلصوهم بالملايير، قادرين ديروا مهرجانات تجيب غير هذوك المهرجانات وموازين في العام. الا جينا نجمعوهم نفرقوهم مثلا غير على كل مدينه نفرقوا عليها مليار، راه ديك المليار غادي يخدم بها مثلا واحد 1000 بيطالي في ديك المدينه ولا 2000، ها هي تحيدات واحد النسبه ديال البيطاله. حنايا شنو خاصنا؟ خاصنا غير الغنى؟ لا، حنا راه ما خاصناش الغنى، حنايا راه خاص اللي يهتم بينا. هذا ميساج للمسؤولين، حنا راه ما خاصناش الغنى، حنا راه ما خاصناش الضحك، حنايا راه حياتنا راه ضحك، عاد خاصنا حنايا الضحك لا في التلفازات ويبقاو يستحمرونا ولا يضحكوا علينا، حنا بغينا الواقع الملموس.